في تاريخ كرة القدم؟ الإجابة ستكون سهلة جدا، والجميع سيقولون طبعا أنه دييغو أرماندو، ولكن عندما تغير السؤال إلى من هو أعظم لاعب بحسب مارادونا، الفكر الإنساني سيبدأ بمنح الإجابات السهلة والقريبة في الزمان والمكان. ليو ميسي، رونالدو داليما، خوان رومان ريكيلمي. ما رأيكم في أن إجابة مارادونا إلى المقربين منه لم تكن هذه الأسماء أبدا؟ نعم إنها مفاجأة. من هو إذن الاسم الذي اختاره دييغو؟ إنه توماس كارلوفيش الشهير بالترينسي، ابن مدينة روزاريو الأرجنتينية الشهيرة، والتي كانت سببا رئيسيا في عدم ظهوره وسطوع نجمه. بحسب سيزار لويس مينوتي المدرب الشهير في الكرة الأرجنتينية، كارلوفيش كان لاعب رقم 5، ولكنه بفكر لاعب رقم 10 هجومي، كرة قدم رومانسية إلى أبعد الحدود، وأفضل من ريكيلمي ورودندو معا عندما تكون الكرة بين أرجله، وأفضل من مارادونا في الفنيات والمراوغات. ليس فقط مينوتي بل العديد من النجوم الكبار على غرار بيلسا، مارادونا، بيكرمان الذين شاهدوا كارلوفيش كانوا مندهشين من طريقة لعبه، وخاصة طريقة لمسه للكرة، بساطة وجمال في آن واحد. لقد كان مثالي في كل شيء، إنه لاعب خاص جدا. السؤال الذي يذهب للأذهان الآن، لماذا لم يظهر كارلوفيش في المنتخب الأرجنتيني أو في فريق كبير؟ كارلوفيش لم يظهر في المنتخب الأرجنتيني لأنه لم يكن يريد اللعب في المنتخب. إجابة غريبة جدا أعلم. في مقابلة ودية قبل كأس العالم 74، سافر المنتخب الأرجنتيني إلى مدينة روزاريو من أجل لعب مقابلة ودية أمام فريق المدينة المتكون من لاعبي روزاريو سنترال ونيويلز أول بويز وكذلك سنترال كوردوبا. فريق كارلوفيش في ذلك الوقت، الشوط الأول انتهى 3-0 لفريق مدينة روزاريو على حساب المنتخب الأرجنتيني. مينوتي ذهب إلى مدرب روزاريو وطلب منه أن يخرج كارلوفيش حفاظا على النتيجة أمام جماهير غفيرة جدا في الملعب. الإجابة على السؤال الثاني، لماذا لم يحترف كارلوفيش؟ قبل كأس العالم 1978 تقدم مينوتي مدرب الأرجنتين بدعوة لتوماس كارلوفيش من أجل الالتحاق بتربص المنتخب. المفاجأة، كارلوفيش يرفض مغادرة مدينة روزاريو وقرر الذهاب في رحلة صيد عوضا عن اللعب مع المنتخب. كارلوفيش كانت مشكلته مدينته روزاريو وكذلك فريقه سنترال كوردوبا. لديه تصريح تاريخي، كنت أمتلك مئات الفرص للذهاب إلى فرنسا أو ريال مدريد، لكن بالنسبة لي سنترال كوردوبا هو ريال مدريد الخاص، وهذا ما أكده بيلسا الذي ظل 4 سنوات يحاول إخراج كارلوفيش من روزاريو من أجل الذهاب إلى أوروبا، لكنه فشل في ذلك. موهبة غريبة جدا تمتع بها كارلوفيش الذي كان هدفه هو لعب الكرة في مدينته فقط، لم تكن لديه مخططات للشهرة والمال. ثقافة كارلوفيش أثرت كثيرا في مسيرته التي انتهت سنة 1986 مع فريق سنترال كوردوبا، فريق مدينته روزاريو.